بتبعتوا وبتسألوا وبتكلموني وبتسألوني وبتدخلوا تبصوا على الحلقة في الآخر خالص مين ميك اب ارتست، وبقعد اجاوب وببعت اللينك بتاعها واقعد اقول لكم الاجواء والحاجات الحلوه. بنطلع لايف بعد الحلقه على طول علشان تعرفوا مين اللي بيعمل الميك اب بتاعي ومين اللي بيظبطنا في كل حلقه. قعدنا نقول لها يا نش ونجيب تعالي اطلعي معانا حلقه، وري للناس انت بتعملي ايه وشغلك الفظيع. بجد بشكرها النهارده قدامكم كلكم، مجهود فظيع جدا. بتسافر من محافظه لمحافظه برضو، لان احنا طبعا شغلنا بيكون في اكتر من محافظه، فحرام بتسافر معانا تسيب بيتها وولادها. بحيي احمد جدا على المجهود الفظيع اللي بيعمله معانا صح كده؟ لا فعلا والله. فالنهارده نشوى استجابت، والنهارده عامله لنا بقى فقره كده شقيه كالعاده، عشان نشوى هي يبان ان هي هاديه وجميله كده وحلوه كده وكده، بس هي في شغلها ما بتعرفش تهزر. النهارده معانا ميك اب ارتست وفاشن ديزاينر نشوى نجيب، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا منى. النهارده هنتعامل على اننا اغراب. لا هنحاول هنحاول لسه بقول لها الفقره دي مش عارفه هنفضل هنقدر نمسك نفسنا ازاي. عامله ايه نشوى؟ الحمد لله والله. تجربتك بقى في الاول معايا وفي حركات كل حلقه وفي المقالب اللي بتحصل والحاجات دي ايه؟ لا والله حلوه جدا، انا بستمتع جدا بالشغل معاكي على فكره والله. حبيبه قلبي فعلا يعني، وانتي من الشخصيات يعني اللي بتتحبي. حبيبه قلبي ربنا يخليكي. بيبقى ضغط عليكي في ان انتي في كل مره تعملي لوك مختلف وتعملي شغل مختلف وتحاولي تحسسي الناس ان انتي من يعني تحسي ان انتي تقعد تقولي بقى يا جماعه طب المناسبه فين؟ طب انتي لابسه ايه؟ طب صوري وفرجيني. طب لو حاجه بقى جت مفاجاه مثلا وحصل حاجه في الطقم، نشوى حاضره يعني، نشوى ما عندهاش مشكله. طبعا مقالب بتحصل في كل مره ومره كتير بننسى فرش ونص ساعه خلصيني انا ماليش دعوه اتصرفي. نشوى بتسيح على اللي بيحصل. فعلا انتي فعلا خلاص، بس انتي عرفتيني نص ساعة بالظبط تحت ضغط. انا حقيقي هي قدامها ساعة بتخلص، قدامها ساعتين بتخلص، بالزبط. نص ساعة بتخلص. لا انتي برافو عليكي بجد، بتحاولي تتلوني في كل مرة. لا ما انا النهاردة الميك اب اللي عملته للموديل تعمدت ان انا اعمله لوك غير ما انتي متعودة عليه. دخلت اصلا على طول بقول لها نشوى انتي سيمبل قوي، انتي رقيقة جدا في شغلك وفي ستايل. هي روحها حلوة كده جميلة نشوى والله. بس النهاردة لما دخلت لقيت الموديل لابسه ويدنج، بقى هنتفرج دلوقتي كلنا هي عامله ايه، ودخلت لقيت لوك الميك اب، قلت لها ايه ده يا نشوى؟ قالت لي عشان تبطلي تقولي لي ان انا سيمبل قوي. لا بجد برافو عليكي. هو طبيعي، بصي اللي يقدر يعمل ده يقدر يعمل ده طبعا. بس هو 90% من العرايس، من شغلي مع العرايس بيبقوا عايزين السيمبل يعني، هي كانت يكون مش حاطه حاجه سيمبل قوي، فده ده بيبقى غصبا عني. طالع موضه كمان النو ميك اب، هنعرف منك طبعا كل بالزبط. الموضه وكل الحاجات، بس عايزين بقى ناديه تخش تفرجنا بقى الشغل بقى الجامد. يلا بينا يا ناديه. طبعا نشوى النهارده عامله لنا فستان ويدنج، هنتفرج بقى كلنا دلوقتي عليه، يلا بينا. طبعا ناديه كلنا ندعي لها على اللي هي شايلاه. بجد تحفه جدا جدا. طبعا الشامبين يعني لا غبار عليه، مكمل معانا مع السيلفر. عايزه تقومي تتعاملي صح؟ قومي تتعاملي زي ما انتي كده، زي ما انتي كده. اللي في تاني يا ناديه، بصوا احنا انا قلت لها يا جماعه الفقره دي هنتعامل ان البيت بيتنا وهنتفرج براحتنا ونشتغل براحتنا. لازم ممكن ناديه تلفي تاني بقى عشان نتفرج على الديل. لفي كده ايوه يلا بينا. اقعدي بقى انت كده. طيب الديل وهمي هيبقى في التصوير وفي السيشن رائع. تمام. طبعا انا بقى ممكن اقول الفستان حلو قوي بس ديله كبير مش هعرف ارقص بيه ومش هعرف اتحرك بيه. تمام. عندك الحل؟ بيترفع دي ثقافه مش موجوده عندكم، احنا عشان احنا عشان فاهمين شويه. بيتعمل زي زراير مدفوسه او اللي هي كباسين. كباسين صغيره بتبقى مضغوطه جوه مش باينه قوي في الفستان، بنرفع الفستان لما هي بتدخل الفرح عايزه ترقص مش عارفه ايه، فطبعا هيلخمها فبتقوم رافعه. حلو جدا. بالتالي بيبقى كله في سوا الفستان، كان الفستان من غير ديل اصلا. حلو قوي، فهي بتعرف تتعامل. دي طبعا بالنسبه للبنات كده نشوى قالت يعني معلومه فولاذيه. لان كلكم طبعا بتبقوا عايزين في السيشن تبقوا انتوا ماشيين لابسين ديل والتصوير بتاعها يبقى حلو، بس بيبقى عندها مشكله التصوير ودخلتها عموما وهي داخله القاعده. طبعا يعني بيبقى ليها اساس ملوكي كده طبعا، فبيبقى حلو هم بيحبوه، بس فعلا زي ما انت بتقولي بيرجعوا يقولوا لي طب هكمل الفرح ازاي؟ طب ما هتحرك ازاي؟ طب هرقص ازاي؟
فقلت لها بقول لها الحل ده وبعمله لهم حلو عندي في جدا. الاتيليه يعني. حلو جدا. تمام. طيب احنا النهارده بقى عاملين للعروسه ميك اب، طبعا ده ميك اب ستايل نشوه بتحاول تستفز مشاعري ان هي مش سيمبل زي ما انا، بس برضه سيمبل يا نشوه على فكره. بس لون والله جريء. بصي، هو انت جريئه برضه، بس انت ليكي نفس في الشغل، يعني انت ليكي روح. هو كل واحد ليه بصمه. اصل بصي الميك اب ده اذواق زيه زي اي حاجه، زيه زي الاكل طبعا. مثلا، انت اكل انت صور تحبيها اكل ما فساتينك احبهاش. منوره الشاشه. الصور معانا دلوقتي للشغل فهي بتاعك اذواق، بس مش عارفه، انا بحس ان الحاجه يعني ممكن اعمل لون جريء بس اعمله بطريقه يبان بطريقتك. هادي، يبان حلو. سيمبل، ما يبانش مستفز، ان حد يشوفه ايه ده. بحب ان العين في النهايه تبقى مريحه كده للي انتي يبص لها. العادي على فكره الناس تقعد تقول لي اللوك حلو قوي النهارده، بس ناعم قوي، شيك جدا، يعني عارفه انتي فيكي الحته دي. يعني لما ببقى مثلا معايا كويس، حد يا تاني ريت والله، دي شغال، حاجة كويسة. والله والله يعني ممكن اكون انا، ممكن اكون يعني مع ضغط الشغل او احنا عشان شغالين مع بعض باستمرار، اكون مثلا بخيله ان انا مش بقول لك كل الديتيلز اللي بتتقالي، لكن تمام. لا طبعا كل الناس بتشكر جدا 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 في الشغل بجد والله العظيم ربنا بامانه يعني. يخليك يا مروة، انت اللي محلية حبيبة الحاجة. قلبي ربنا يخليك. طبعا احنا بنقعد ندلع بعض بقى ايوه كده، ده كتير العادي بتاعنا. كتير. طيب إيه، انتي عامله لنا ايه بقى لوك النهارده للميك اب؟ انا عاملة لوك سموكي بس الدرجات الازرق بدرجات بلو. الازرق في موف. لا هو مش في موف، بس موف هي يعني الازرق بتاعه مش صريح يعني، مموه، مدلعاه ممكن كده تشوفيه شويه. كذا لون يعني، عشان كده انت شفتي موف. بس مع طبعا الرينج من لايت مع الاضاءه، لاضاءه انت على فكره دي ميزه، ان انت ما تحسيش ان اللون في كل الاضاءات عاطيكي نفس اللون، يعني ممكن الدرجات ما انا تختلف بقولك، لكن عشان هو التدريجه مش موجود. صريح قوي، الاي شادو بتاعه مموه، فممكن تقدري تشوفيه ايوه بكذا حاجه. مموه، دي ماشي. شطوره. طيب انت مشوهه لنا ناديه خبيثه الحمد لله. انا خبيثه. ناديه ده هي قبل جوه قبل الهوا كانت زعلانه قوي، هتسيبيني عامله لها اطلع ايه ده كده؟ يا ناديه؟ قمر يا رخراش. قمر يا ناديه والله العظيم برضو. فهتكملي لنا اللي انت عاملاه ده النهارده؟ تمام. احنا احنا بصوا عاملين سيبنا البلاشر والروج. سيبنا بلاشر، عملنا جنب وجنب، هم يا عيني جايبينها اهو والله العظيم قمر. طبعا ناديه خلاص بقت من حبايب البرنامج برضو. هي إيه، قمر احنا ما شاء عاملين الله نفس عليها. الروج. برافو والله. لون الروج كمان حلو قوي قوي على اللوك ده بصراحه، يعني انا والله مبسوطه يا يعني. مروة انا انت احلى. لا والله انا بحبها، انا بحبها وبحب شغلك، يعني انا الاثنين مع بعض. اجابتي حبيبتي. فيكي مجروحه يا نشوى. حبيبتي خلاص، انت بقيتي يعني، ايوه حتى خلاص. العرايس عندي والبنات عندي على الجروب وعندي على البيج. طبعا خلاص مروة انا دي. بروح لنشوى في الاتيليه في اكتوبر هنا في الزباين. مروه ازاي؟ خلاص. احنا هنا كنا عاملين البلاشر، فاحنا سيبنا ده عشان نعمله للبنات في على الهوا. بس هو اوريدي احنا كنا عاملين كونتور وكده، فسيبنا بس ان احنا هنعمل بلاشر. طبعا اوكي. البلاشر احنا كنا عاملين درجات الكشمير. طيب احنا بس ممكن نفرجهم معانا عشان يبقوا شايفيننا احنا بنعمل ايه. تمام كده، اوكي واضح. بس فاحنا بنيجي. جميل كده، اهي حلو ده. وانا حتى مش متقلاه، معرفش هو باين على الكاميرا ايه. لا حلو جدا، يعني لونه كمان طبعا عامل كونتراست مع الروج. طبعا رائع جدا. وطبعا الهايلايتر طبعا حبيب قلبك. انا بحبه جدا. نشوى يا جماعه إيه بقى قصه احكي لهم الهايلايتر ده؟ خناقه كل حلقه. انا ما بحبش الهايلايتر كتير لان هو في الكاميرا ما بيبقاش حلو، بيبقى عاطي ان احنا يعني اللوك الميك اب يبان ان هو يعني متكتريش بيلمع يا شويه. نشوى، ما يا تكتري نشوى بدري. امسك ايديها. ونشوى تقولي والله نقطه واحده. تقولي طب ما تطلعيني من غيره، اقول لها ما ينفعش. انا لا بحب، بحس ان انا واحده بحب الكونتور ما بحبش الهايلايتر. صح. لا بس هو بيدي تست حلو، بس ممكن مش في كل ال، لا مش في كله. انا اكيد انا لما بحط لك اكيد غير لما بحط ايوه العروسه. صح. انا العروسه باخد بالي بيبقى من اتقل الحته دي، بكتير. انا باخد بالي. بس فعشان انت كمان على الكاميرا. طبعا طبعا معانا دلوقتي نشوه بتعمل ميك اب، هنعمل لك طبعا مداخله تليفونيه عشان طبعا انت عارفه اكيد المقالب اللي بنعملها مع الناس اكيد تتعمل لازم فينا. نعملها مع نشوه. يا اسراء الو، ازيك يا سوسو؟ ازيك يا مروه؟ عامله عامله ايه يا ايه؟ روحي؟ اخبارك؟ منوره كالعسل. حبيبه قلبي. زي القمر. عامله تسلمي لي يا ايه؟ رب. ايه نشوه بقى هي اللي بتعمل كده. القمر ونشوه بتزيدك حبيبه والله. قلبي ربنا يخليك. ازيك يا اسراء؟ ايه يا لوسه، عامله ايه؟ الحمد لله بس احنا تمام قاعدين في البيت بقى. متألقة كالعادة. ربنا يخليكي، كانت عروستي.
انا كنت بعيدا بقى ان انا نشوى اختي وصاحبتي والجو ده كله، بس انا تمام كنت عروسه عندها يوم 14/8، وكنت حلو، ضغطها في كام يوم كده فستان وميك اب ونشوى من اكتر الناس اللي فرجيهم بقى ممكن يا نشوى معانا. تشتغل وهي مضغوطه جدا. انا وانا هبص لك كده. موتره، قلت طول الوقت طول ايوه الوقت موتره، نشوى معايا وعياط وفستان، لا ومش عايزه ده وعايزه ده، وبجد انا تعبانه جدا. بس تقريبا بس نشوى ما بتعرفش تشتغل غير في الجو ده يا اسراء. قوي، اكتشفت هي اصلا بتحب تتوتر. ايوه بتحب جات لي قبل تتوتر. خطوبتها باسبوع والعيد الكبير موجود، انا ماليش دعوه انا عايزه فستان، اتصرفي يا باشا. اعملي لي فستان دلوقتي، اعمل لك فستان ازاي يا ماما؟ العيد جه وخلاص الناس اجازه واكيد وعندي طلعتي شغل فستان. عرايس خلاص. لا قلت لها ثقي فيا، قالت لي اي انا واثقه فيكي بس نعمل اللي مش عارف. قلت لها ثقي، مالكيش دعوه، انت في الاخر هتلبسي اللي انا هقول لك عليه. بالظبط كده. وبالفعل انا طلعت لها الموديل، وبعدين لقيتها بتقولي لا طب هشوف حاجه تانية، طب هشوف حاجه تانية. خلاص يا اسراء شوفي، خلاص يا اسراء. عايزه اقول لك ان هي قاسيه الاتيليه كله، في الاخر قالت لي انا هاخد هو اللي ده انت اخترتيه. وثقت فيكي. وفعلا عجب الناس جدا. برضه تلاقيها ماشيه بمبدأ انا بكينام وانا ماسكه في هي نفسي. لازم هي لازم تقاوم اصل احنا يا جماعه عندنا شعار في البرنامج هنا، انا بكينام وانا واثقه في نفسي، زي ناديه كده وهي داخله كانت متوتره طبعا، الفستان الديكور كله بيبوظ عشان ده. لا بس احنا ناديه عشان تدخل صحاب لازم تعمل الحركات، لازم يبقى طبعا الحركات دي بنتدلع في بزياده النهايه بقى. بياخدوا. لا اقول لهم خلاص شكرا تقولي ليكي يا اسراء. لا بجد نشوة حقيقية انا جربتها مع الضغط الوقت وضغط اللي انت تبقي حصل دروب في حاجة، فنشوة لازم تلحق الموقف. طبعا هدوءها والثبات الانفعالي اللي عندها بيخدم طبعا العروسة جدا. انا يعني بجد لما ببقى مضغوطة جدا وما فضلناش وقت كتير على الهوا، اتنين. بقول لو انا معانا عروسة فعلا تقول لا، يعني انا هبقى واثقه ان نشوه بتنام تطلع. بتقولي انت حسستيني ان لسه بدري. وهنام بقى. حلو جدا. طيب سريعا كده يا نشوه بقى قولي لنا الوان اللي كده تسلم كملنا ايديكي. يلا بينا تعالي بقى. ماشي قولي لنا بقى الوان الموضه ايه سريعا كده، في ايه، في الميك اب في ولا في الميك اب الفساتين؟ الاول وبعدين قولي لنا في الفساتين. بصي هو انا عموما ما بقتنعش بفكره الوان الموضه ومش الوان صاحبتي الموضه. صاحبتي كده انت كده يا رشا. لان فعلا كل واحد، كل عروسه ليها اللي بيليق عليها يعني. وفي عرايس بتيجي تقول لي انا عارفه ان اللون ده موضه بس انا ما بحبوش، فبالتالي اكيد مش هعمله لها وهي مش حباه. بتحبه. برافو بالظبط. عليك. ففكره الموضه دي الصراحه انا ما بقتنعش بيها وانا قوي، كمان ما طبعا بمشيش انت بيها عارفه قوي يعني. اكيد انت عارفه. طيب قولي لي بقى موضه الفساتين لو ويدنج مثلا، السيلفر اكتر ولا الاوف وايت اكتر؟ طالع، شامبين لا شويه. طالع سيلفر، هو الشامبين مازال مكمل وطالع دلوقتي السيلفر. السيلفر حلو ده. لا بيبقى حلو قوي. إيه منه فيه ولا عندنا القماشه متاح منه عليها؟ في الاتيليه ما انا شفت كله يا القماشه، وفي تطريز هاند ميد بيبقى تطريز بالسيلفر. يعني دوده القماشه طيب. منها فيها موضه اللي هم بقى اخوات العروسه، الكلام بقى يعني انتمه العروسه اللي هي السواري بمعنى اصح. السواري يعني انا برضو يعني مش في بتحب الوان كده؟ كتير، بحب التنوع يعني. انا حتى اتفضلي. الاتيليه عندي في الوان كتير، في الغامق وفي الفاتح، ودرجات الكشمير مكمله، السيلفر في السواريهات، درجات الذهبي برضو طبعا تحفه. ما متهيألي موضتها ما بتبطلش اصلا، مكمل يعني على طول. على طول كنت موجود. قايله لي كمان على اللولي. واللولي اللولي طالع طالع كمان مر. في الزفاف حلو قوي. طيب قولي لي وان سريعا شاء الله هيبقى عندنا سريعا في عشان الاتيليه منه خلاص حاجات حلوه قوي ان شاء الله. قولي لي باذن سريعا الله. المفاجاه اللي انت عاملاها النهارده. المفاجاه ان شاء الله باذن الله ان في يعني تخفيض لحد اخر شهر 12 باذن ايوه الله. عاملة تخفيض 50% على الدريسز على الفساتين لأي بنوتة طبعا بتتفرج علينا. وعلى الميك اب برضو في تخفيض على الباكج، فتخفيض 500 جنيه. 500 جنيه. كلموا نشوى يا جماعة بعد الحلقة، عرفوا ايه هي العروض والخصومات اللي عاملاها. عاملة شغل حلو كتير، وكمان دخلت عندها قسم التفصيل ودي متاح مفاجأة عندنا الحلقة. تفصيل ومتاح عندنا جملة، شغل جملة ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. يلا اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. هتوحشوني جدا الاسبوع الجاي وحلقة جديدة وفقرات جديدة في يونكا بيبيون. تابعونا على الفيسبوك وتابعونا بعد الحلقة، هنعرفكم كل حاجة جديدة عن الحلقة دي والحلقة اللي جاية. باي باي.